زاجر حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرع فيه الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البحث يدور حول محورين، المحور الأول محور الإحسان والمحور الثاني محور العدل. فأما البحث الأول على ضوء الآية الشريفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأما البحث الأول فهو عن الإحسان وأن الإحسان شرط الغفران، من شروط الغفران الإحسان. ذكرنا في البحث الماضي أن الإحسان شرط القبول، أي شرط قبول الأعمال، وقبول الأعمال نضيف يمكن أن يفسر بتفسيرات، يعني الإنسان صلى وصام وحج وخمس وزكى وتصدق وغير ذلك، فهل عمله يقبل أو لا يقبل؟ النص الوارد في بعض الروايات يفيد بأن شرط قبول الأعمال هو الإحسان، وإلا لم يقبل منكم عمل، كما في رواية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إن خواتيم أعمالكم قضاء حوائج إخوانكم أو قضاء حوائج إخوانكم والإحسان إليهم ما استطعتم وإلا لم يقبل وإلا لم يقبل منكم عمل. فالبحث الأول اللي مضى هو أن الإحسان شرط قبول العمل. ماذا يعني قبول العمل؟ وهي الشرطية وإلا لم يقبل، يحتمل فيها وجوه ولعله لا مانعة جمع بينها. الوجه الأول اللي ذكرناه هو الثواب، أنه لا يقبل كناية عنه لا يثاب، إذا المولى لم يقبل عملا فلا يثيب عليه، هذا وجه، وإلا لم يقبل منكم عمل فلا تثابون عليه، يعني مرمى البصر ومرمى النظر هو الثواب. فعمر هذا كان مطيع لله سبحانه وتعالى لكنه لم يحسن لإخوانه بقضاء حاجة بإصلاح بين أخوين أو شريكين أو عائلتين متنازعتين أو بإنقاذ سجين مظلوم من سجنه أو بغير ذلك أو بالصفح والمغفرة والعفو عمن ظلمه. المعنى الثاني للقبول أو المحتمل الثاني هو القرب، العمل الطاعة المفروض فيها أن يثاب الإنسان عليها، واحد. اثنين، المفروض فيها أن توجب القرب، فلعل المراد من لم يقبل منكم عمل يعني لا يقربكم ذلك إلى الله تعالى، قطع النظر عن الثواب، ثواب بالمعنى الأخص المعهود، وإلا هو القرب إلى الله نوع ثواب. فإذا الإنسان عمل الطاعات ليل نهار والتزم بها لكنه لا يكون مقربا لدى الله سبحانه وتعالى، لا يكون إن صح التعبير أثيرا لديه، حبيبا له، قريبا منه، إلا بالإحسان إلى الإخوان. فهذا أيضا معنى من معاني القبول أو لازم من لوازمه إن صح التعبير. فهذا معنى
ثابة معنى، القرب مقام القرب معنى، المحبة معنى ثالث. الإنسان إذا أحسن للطرف الآخر يكون محبوبا لديه. إذا أحسنتم إلى الناس يحبكم الله، وإلا فلا. فالحب أمر والقرب أمر والثواب أمر آخر. هذه تتم البحث الماضي، ولعل المراد، لعلها بأجمعها هي المراد، وإلا لم يقبل منكم عمل. فإذا لم يقبل شنو أثره؟ أنه لا ثواب لا قرب لا محبة كما هو الظاهر. أما البحث اليوم أن الإحسان شرط للغفران، أو شرط من شروط الغفران. الآية الشريفة التي سنتلوها عليكم تفيد الشرطية، الرواية الآتية تفيد الشرطية المنحصرة. الآية الشريفة ماذا تقول؟ هذا بحث آخر إذن. فتبحث أن العمل يقبل أو لا يقبل. البحث الثاني، الإنسان عصى ثم يريد من الله سبحانه وتعالى المغفرة، شنو الطريق لكي يغفر له الله سبحانه وتعالى؟ إحدى الطرق الإحسان، إحدى الطرق، أو الطريق المنحصر. يعني شنو؟ يعني أنه لو تاب ما يكفي، بناء على ظاهر الرواية الآتية، لازم يتوب ويحسن، عليه أن يتوب وأن يحسن كليهما. أما الآية الشريفة فظاهرها الشرطية، اسمه الشرطية المنحصرة. الآية ماذا تقول؟ وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ظاهر الآية الشرطية. أنت إذا تريد الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، الإنسان يذنب أحيانا، أحيانا لا سمح الله يكذب، والكذب كبيرة طبعا من الكبائر، لازم يكون في بالنا، الغيبة كبيرة من الكبائر. الإنسان لا يستصغر يقول كذبة بيضاء، لا كل كذب فهو حرام فهو كبيرة. فهاي المعاصي كلها تستجلب غضب الله سبحانه وتعالى. فكيف، ما هو السبيل إلى الغفران؟ أحسن للإخوان. الله يقول أنت أحسن إلى خلقي، أنا الخالق أرضى عنك وأغفر لك ذنوبك. وليعفو وليصفحوا، وللفضل في أول آية الشريفة، ولا يأتلي أولو الفضل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فظاهر الآية الشرطية، مثلا إذا شخص عصى فليحسن إلى زوجته، فليحسن إلى ابنه، فليحسن إلى فقير، فليصل رحمه، فليصل من قطعه، فليكرم يتيما، فليدعو دعوة، يضيف مجموعة من الناس، وهكذا وهل مجرة من أنواع الإحسان المختلفة. يتوسط في قضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة من زواج أو قرض، تسديد قرض أو غير ذلك. إذن هذا طريق، طريق من الطرق. وتدل على ذلك الرواية الآتية. الآية ظاهرة، لكن الرواية تقريبا جعلتها نصا. الآية ظاهرة في أنه إذا أردت أكرر الغفران من الله، من الملك المنان، فعليك بالإحسان. الرواية الآتية صريحة في هذا الموضوع، رواية لطيفة عن الإمام السجاد صلوات الله عليه، نقول مضمونها ثم نقرأ نصها. أنه الإمام السجاد كان في شهر رمضان يسجل على غلمانه أخطاءهم، الحكمة الآتية، ولا الإمام مو في مقام يضيع وقته يسجل عليهم أخطاء، يعني ما يقول لهم شيء. الغلام الأول وغلمان، بين قوسين لتوضيح الرواية، غلمان الإمام كانوا كلش كثرة كاثرة، على حسب رواية في البحار لعله مرة نقلتها لكم، عدد الذين اشتراهم الإمام السجاد صلوات الله عليه ثم اعتقهم بلغ 100,000 إنسان، هذا رقم كلش مذهل. هناك ذكرنا تفصيلا في بحثنا عن الإمام السجاد، ليش كان يشتريهم، وين كان يحافظ عليهم ويحتفظ بهم، وين كان يربيهم طوال سنة، لأن في رأس السنة في عيد الفطر كان يعتقهم 1,000 إنسان، 5,000، 2,000، وهكذا طوال مثلا 20 سنة، 25 سنة. ففي ذاك البحث موجود أيضا، البحث تشوفه. فحسب بعض الروايات 100,000 إنسان اعتقه، مو عدد قليل. الإمام كان مشرف، اللطيف هذا مشرف عليهم بشخصه. بس أحيانا أفرض مثلا مرجع التقليد أو الأستاذ أو أي يعني شخص عنده يعني جماعة يدرسون عنده، يعني ما يعرف تفاصيلهم. الإمام كان يعرف التفاصيل، وهي من الفضائل، يعرف التفاصيل، يحصي عليهم أخطاءهم، متى صرخ، متى أذى، متى تكاسل عن العمل، فيسجل. الإمام السجاد عليه السلام أفعال هؤلاء، وقلت هم لعله كانوا بالمئات، لعله بالألوف،
هسه نقول بالعشرات على أقل تقدير. ثم في آخر شهر رمضان يستدعيهم، شو التربية العملية، يستدعيهم جميعا ثم واحد واحد يخاطبه يقول له ألم تفعل فلان شيء في فلان يوم، يعني يقررهم على ذنوبهم، فلان شي سويت، فلان شي سويت، فلان شي سويت، كل شيء عجيب. فالكل يقر بأنه قد أذنب وقد عصى. لا، شوفوا الجنبة التربوية والجهة التربوية في كلام الإمام، هذا كله بعنوان الطريقية الإمام قاعد يسويه، مو أنه يريد يحصي عليهم عثراتهم. هاي مو صفة المؤمن أن يحصي على الناس عثراتهم، إلا لجهة تربوية خاصة. تارة يحصي عليهم عثراتهم ليؤاخذهم بها، تارة ليرفعهم بها، ما بيشكال. في المناقب عن الإمام السجاد عليه السلام أنه كان عليه السلام إذا دخل شهر رمضان يكتب على غلمانه ذنوبهم، حتى إذا كان آخر ليلة ليلة الفطر يعني دعاهم، ثم أظهر الكتاب بعد حجة وقال يا فلان فعلت كذا وكذا ولم أؤدبك، أنا ما قلت لك شيء، مع أنه كان يستطيع أن يؤدبه حق الشرعي العرفي العقلائي، فيقرون أجمع، فيقوم وسطهم، لاحظوا التربية، ويقول ارفعوا أصواتكم وقولوا يا علي بن الحسين ربك قد أحصى عليك ما عملت كما أحصيت علينا، أنت الآن في موقع مثلا قوة وتحاسبنا غدا، أنت بين يدي الجبار أيضا، الله يحسب عليك عثراتك القصورية طبعا، لأن ما عندهم تقصير بلا شك، وإنما هو قصور. فيقوم الإمام السجاد وسطهم ويقول ارفعوا أصواتكم حتى زين يسمع وحتى زين نسمع، ارفعوا أصواتكم وقولوا يا علي بن الحسين ربك قد أحصى عليك ما عملت كما أحصيت علينا، ولديه كتاب ينطق بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فاذكر ذل مقامك بين يدي ربك الذي لا يظلم مثقال ذرة وكفى بالله شهيدا، فاعف واصفح يعفو عنك المليك، اعفو عنا الله رح يعفو عنك، الرواية كلش بعد صريحة في الشرطية، فاعف واصفح يعفو عنك المليك لقوله تعالى، هاي تتمت كلام الإمام السجاد عليه السلام، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويبكي وينوح. شو شلون تربية هاي؟ احنا بالتاريخ ما نعرف ايش تربية، انا شخصيا لا شايف ولا سامع انه عظيم من العظماء يقوم هكذا يربي عبيده. سويت مرة واحد يربي ابنه هم معقول، يعني يصرف عليه وقت خاص يربي افرضه مثلا تلامذته او مقلديه فرضا هم معقول يصرف عليه، بس عبيده، العبيد في منطق ذاك اليوم وفي المنطق في منطق يعني مختلف الامم اصلا ما لهم قيمه، لكن الامام كان يقوم بهذا التصرف، لذا احنا نعشقهم ان صح هذا التعبير، يعني نحبهم محبه لا نظير لها لا يضارعها شيء، لان شفنا فيهم اضافه الى ذاتهم الرفيعه التي لا يضارعها شيء، شفنا فيهم مكارم الاخلاق التي لا يماثلها شيء ايضا. فظاهر الامر الشرطيه، لكن الرواية الآتية ظاهرها الشرطية المنحصرة. الإمام عليه السلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يحوز الغفران إلا من قابل الإساءة بالإحسان، هذه شرطية منحصرة. الآية الشريفة تفيد الشرطية، بس الشرطية على سبيل البدل، التوبة طريق، الإحسان طريق آخر، الشفاعة مثلا طريق ثالث، لكن هذه الرواية تفيد معنى جديدا وهي الشرطية المنحصرة في ظاهرها، لا يحوز الغفران إلا من قابل الإساءة بالإحسان. إذا تريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك إضافة للتوبة، لأن هذه مخصصة لتلك الروايات، تلك الروايات مطلقة تقول بأنه إذا الإنسان تاب، والآيات إذا الإنسان تاب يتوب الله عليه، لكن بشرط شنو؟ ما بي إشكال، دليل حاكم، إن تبت تاب الله عليك، بس تحتاج إلى الإحسان، خل حرهم أحسن، أحسن بجهاده بين يدي سيد شباب أهل الجنة، فليس مجرد التوبة، توبة يليها الإحسان. هسه الإحسان بإحدى تمظهراته، بإحدى مصادقه، بشكل من الأشكال، يتوب ويصلي ركعتين،
يتوب ويروح عند الأمير عليه السلام يطلب منه أن يتوسط له. هذا إحسان، مو واجب واحد يزور في التوبة، لكن هذا هسه إما كمال على المعروف يعني، وإما شرط على حسب ظاهر هاي الرواية، يتوب ويحسن لأولاده، اليوم يفرحهم يشتري فد هدية لهم مثلا يعني، يتوب ويفعل كذا ويفعل كذا فالله يقبل منه عندئذ. فإما هي شرط الغفران أو متمم للغفران، هسه على أقل الفروض إذا أريد نتنازل عن ظاهر الرواية. فإذا لا يحوز الغفران إلا من قابل الإساءة بالإحسان. قد يتوهم، البحث أخذنا ما راح يخلينا لعلهم متسع للبحث اللاحق، بس ما يخالف، هو هذا مهم. قد يقال بأن الرواية الشريفة لا توقع المقابلة بين إساءتي للناس وإحسان الله إلي، لهذا اللي احنا استظهرناه الآن. لا يحوز الغفران أي من الملك المنان إلا من قابل الإساءة بالإحسان أي إلى الإنسان إتشي يعني، أو إلى أحد الناس. يمكن أن يكون المراد من الرواية الشريفة لا يحوز الغفران من الذي أسأت إليه إلا من قابل الإساءة بالإحسان، فهذا معنى يعني إذا أسأت إلى شخص فأردت أن يغفر لك حقيقة فما يكفي تقول له عفوا معذرة، لا، أحسن إليه. إحنا كثيرا ما هيك نكتفي باللسان، يعني نغتاب شخص ثم نقول له عفوا معذرة. إذا أنت تريد بالفعل يغفر لك فأنت مثل ما اغتبته امدحه وراء ظهره، وهذا أيضا مطلوب هو طبعا، بس الكلام ظاهر الرواية شنو. لا يحوز الغفران أي الغفران من الناس ممن أذنب في حقهم إلا من قابل الإساءة بالإحسان. فإذا أنت أسأت إليه فقابل هاي الإساءة بالإحسان. طبعا أكو 4-5 محتملات في تفسير هذه الرواية، نقول ظاهر الرواية الإطلاق، ليش نقيدها بهذا أو ذاك؟ لا يحوز الغفران أي من الملك المنان أي من الجبار، ولا يحوز الغفران أي من الناس اللي أذنب بحقهم، وإحنا نقول أنت المحسن وأنا المسيء، وهل يرحم المسيء إلا المحسن؟ فالإنسان بأي ذنب أذنب فقد أساء إلى نفسه وأساء إلى الله اعتبارا، وإلا الله سبحانه وتعالى لا تنفعه الحسنة ولا تضره السيئة، لكن من باب المشاكلة أطلق عليها أنه أساء إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يحوز الغفران أي غفران الناس، أي غفران الله تعالى، أي غفران الزوجة، أي غفران الأب اللي ظلم، أي غفران الشعب إذا الحكومة ظلمت شعبها، أي غفران الحاكم العادل كأمير المؤمنين صلى الله عليه إذا الشعب ظلمه. فالرواية مطلقة، ليش نخصصها من معنى دون معنى؟ فلا يحوز الغفران من مصادقه، أجل مصادق غفران الملك الجبار سبحانه وتعالى، إلا من قابل الإساءة بالإحسان. فهذا إذن بحث، البحث الأول قلنا عن الإحسان، البحث الثاني عن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. كان الكلام في البحث قبل الماضي عن إحدى أجلى مصادق العدل اللي ينبغي أن تبحث ولم تبحث، هذا من بحوث فقه المجتمع. عندنا الفقه الشخصي، فقه الأحوال الشخصية، هذا إحنا ولله الحمد قد بحث عندنا إلى ما شاء الله، من طلاق ونكاح وإرث وصلاة وصوم وبيع وشراء، يعني من المعاملات إلى العبادات إلى الأحكام، هاي الأبواب الأربعة الموجودة بالشرائع، شرائع الإسلام، العبادات، العقود، الإيقاعات، ثم الأحكام. ففقه الأحوال الشخصية عندنا ولله الحمد يعني مبحوث بشكل مستفيض، واللهم زد وبارك. لكن فقه المجتمع وفقه الدولة هذا قلت بحوثه. من فقه المجتمع وفقه الدولة، هاي المسألة المبتلى بها اللي مثلنا لها بالأنهار المتنازع عليها، والآن نضيف أمثلة أخرى، النفط نفس الكلام يجري فيه، الغاز، منابع النفط والغاز الكلام نفسه يجري في الأنهار. قلنا بعض الأنهار مشتركة بين دول عديدة، مثلا نهر الأردن اللي ما مثلنا به مشترك، الآن نزاع أكو على نهر الأردن بين 4 دول متنازعين فيها، كل يريد حصة أعظم منها. الأردن هي موجودة بالساحة وتقول هذا نهري، فلي حصة الأسد فيه. إسرائيل الغاصبة أيضا تدعي، وفلسطين دولة فلسطين أيضا تدعي، عدة دول تدعي أن لها حصة الأسد في هذا النهر مثلا. يعني بحر الآرال كما قلنا بين 5 دول أكو نزاع به،
من أوزبكستان أخذوا إلى كازاخستان. ما أدري، نهر النيل 11 دولة، بدءا من دولة أثيوبيا اللي هي دولة المنبع يسموها، وصولا إلى مصر والسودان اللي هي دول المصب، 11 دولة تتنازع على هذه المياه. فما هو مقتضى العدل هنا؟ هذا فقه المجتمع مو مطروح عنده عادة. المشكلة يعني أنا في المقدار اللي شفت، إذا مبحوثا في المكان مركون في زاوية ما حد يدير له بال. يعني تشوفون هواي من المسائل نبحثها الآن مبتلى بها، أصلا كل دول العالم الآن متورطة في هاي النزاعات. وشنو رأي الإسلام في الموضوع؟ وكذلك النفط، أكو آبار نفط في بلاد الحجاز. هاي آبار النفط السعودية تقول لي منو أنتم؟ ليش لكم؟ وكذلك في مختلف دول العالم أكو غاز أيضا في قطر مثلا، غير قطر أكو منابع غاز مذهلة، الدولة تقول إلي، ليش إلي؟ بأي مناسبة؟ وشنو رأي الإسلام في الموضوع؟ بس هاي الدولة ظالمة غير ظالمة كلام آخر. ما هو رأي الإسلام في الموضوع؟ إحنا الآن نقرب ذلك عرفا ثم نبينه شرعا ثم نبينه بإطار آخر. أما التقريب العرفي، شوفوا إذا نفط أكو بالبصرة، مو أكو نفط بالبصرة؟ هسه أهل البصرة هل لهم أن يقولوا بأنه أهل بغداد وأهل كربلاء والنجف ما لهم حق في نفطنا؟ ليش؟ لأنه هو في منطقتنا. فلماذا وارد النفط والريع الحاصل منه أو الدولارات التي نحصل عليها نقسمها على أهل العراق؟ وش تقولوا لهم أنتم؟ يعني أكو بعض هكذا يطالبون، بس إحنا أصل المنطق نعتبره خطأ. الأرض كلها لله والأنام كلهم خلق الله. بس راح نجي على أصل المنطق، شلون إحنا في المحافظات ما نقبل هالحكي؟ يعني نهر دجلة والفرات نقول لكل العراق، ما يصير أهل سامراء يقولون لنا، أهل أفرض البصرة يقولون لنا. إحنا نشوف هاي دولة واحدة، فما دام دولة واحدة فالكل لهم في هذا الماء، في هذه المياه، وفي هذا النفط والغاز وسائر الثروات الطبيعية الحق. كما إذا ضيقنا الدائرة أفرضوا في محلة خاصة أكو بئر نفط، يقولون هاي محلتنا خو. إذا أصلا بيت واحد، إذا في بيتي شخصا انفجرت بئر للنفط، يقول خو هذا بيتي بعد والبيت ملكي، فشنو حق سائر الجوارين؟ وشنو حق سائر المحلات؟ وشنو هو الحق لسائر المدن والمحافظات؟ هو كلام غلط، مو هذا كلام غلط واضح عندنا؟ كل الحدود الجغرافية غلط. يعني كما أن الحدود بين كربلاء والنجف غلط، ولذا إحنا ما نقبل الحدود، ماكو حدود. كذلك الحدود بين النجف ومشهد أيضا غلط، ماكو حدود في الإسلام. الحدود في هاي مناطقنا بدعة بريطانية فرنسية، معاهدة سايكس بيكو عام 1916، ظلهم الذين رسموا حدود منطقتنا، إرث الدولة العثمانية عام 1916. يعني في الحرب العالمية الأولى الدول هاي انتصرت، دول الحلفاء، الإرث من كل الدول العثمانية تقاسمتها بريطانيا وفرنسا، فقسم صار حصة فرنسا، قسم صار حصة بريطانيا، خلاص. مثلا لبنان صارت حصة فرنسا، حتى الآن أيضا فرنسا لها نوع من الهيمنة رغم كل شيء ونوع من التأثير. فدولنا توزعت، أفرض مثل ما هذا كربلاء والنجف توزعت بين دولتين طاغيتين وخلوا فد حدود، وإحنا نذعن لهاي الحدود، نقول إذن الثرواتهم صارت ثروات النجف للنجف، ثروات كربلاء الكربلاء، النفط هناك مال أهل كربلاء، ونفط هنا أو الغاز أو الماء، إحنا النهر قاعد يجري عبرنا، فإحنا راح نسد النهر عليكم، إحنا نحتاجه، أنتم منو؟ هاي الحدود مصطنعة أصلا، حتى في التاريخ مصطنعة، يعني 100 سنة عمرها، بين كل دول العالم ما كان أكو حدود، يعني هالألاعيب ما كان أكو، لا جنسية لا جواز لا هوية، لا ما أدري أنت مثلا عراقي وذاك إيراني بالمعنى القانوني للقضية. يعني فكما أنه في المحلات إحنا نقبل هالمنطق، نقول ماكو حدود جغرافية، فثروة هذه المحلة الثروة الطبيعية يعني هي لكل أهل البلد، وكذلك بين الدول. فإذا إحنا عدنا إلى المنطق الباطل، كان مثلا للسودان حق، كان لإثيوبيا حق، تقول أنا هاي المياه فجرت أو جرت من بلادي والأمطار هنا هطلت، فما دام قد هطلت هنا وانفجرت الينابيع من هنا، فإحنا بنضع سدودا ونمنع مصر والسودان وبقية الدول اللي وقع بالطريق، نمنع من أن يصل إليها الماء. غلط. إذن نحن في هذا الكلام عدنا إلى المبادئ والمباني،
احنا عندما نريد نشوف ما هو مقتضى العدل في المنطق الاسلامي، ما هو مقتضى العدل في توزيع المياه، لازم نرجع المبنى شنو هو، ما هي القاعدة التي تنطلق منها. اذا القاعدة اللي تنطلق منها العرقيات واللونيات والقوميات والعشائريات، فهاي العشيرة تقول انا في منطقتي النفط قد نبع، فالي العشيرة الثانية وين كانت مجاورة لي شنو قيمتها؟ ليس الامر كذلك في الاسلام ولا في منطق العقل. اللون ما له قيمة في حقوق الإنسان، خلي يكون أسود، مثل ما هذا واحد يقول كل الثروات للبيض وليست للسود كما كانوا يقولون الغربيين، يقولون الثروات لنا، أنتم السود كالبهائم. ولذا احتلوا ما احتلوا من الدول، السود والملونين حسب تعبيرهم، مثلا الهنود يعتبروهم ملونين، فثرواتكم إلنا. ولذا بريطانيا لمدة 300 سنة من عام 1612 تقريبا عندما تأسس الشركة البريطانية الهندية ذاك الوقت، يمكن 1612 كانت تمتص ثروات الهند، ما يعتبروهم بشر أصلا، ما يعتبروهم ناس أصلا، وبعضهم قد صرح بهذا اللي أقوله، اللي ما صرح مجاملة ما يصرح، بس واقع يقول أنا لي كل شيء. إذن نحن إذا أردنا أن نعرف منطق العدل في الإسلام إلى أن نجي إلى العقل كيف يشهد بذلك كما لمحنا إليه، نقول لازم نرجع للمباني. المباني مقدار دقيقة نضيف وتتم الأسبوع المقبل، المباني نجدها في القرآن الكريم، السني والشيعي يقبلها، ولا أرض وضعها شنو للأمريكي للسعودي للهندي لا للأنام، فالأرض للأنام مو لهذا القسم دون ذاك القسم، هذا الصنف دون ذاك الصنف. سخر لكم الآية الأخرى شنو، ما في السماء سخر لكم، مو بس لهاي الفرقة أو تلك الفرقة، هذا الحزب ذاك الحزب، هذه الطائفة دون تلك الطائفة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي خلق، الآية الأخرى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أنتم أنشأكم من نفس واحدة، فماكو تميز لهذا على ذاك. إذا الأرض وضعها للأنام، إذا ما في الأرض يقول تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن الأرض للأنام، ما في الأرض لكم جميعا، والأرض وضعها للأنام آية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، هاي الثروات بعد جميعا، البعض قالين حتى ما على الأرض يشتشمله الآية الشريفة، لأن هذا التعبير عرفي فصلناه في بحث سابق. الآيات المختلفة الكثيرة تدل على أن المبنى العام الإلهي في الكون هو أن الأرض للأنام، هو أن ذول البشر كلهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل العربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، فعلى حسب المباني القرآنية المسلمة اللي قرأنا بعض الآيات وتركنا البعض الآخر لضيق الوقت، فإن الثروات في كل الكرة الأرضية مشتركة بين أهل الأرض جميعا بعنوان مبدأ عام. خب من الذي يعني شنو حصة هذا وشنو حصة ذاك، بحث آخر لعله راح يجي، مثلا القانون السبق يأتي، بس السبق مو للمجاور فقط، البعيد ماذا سبق، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد، هاي في رواية هجي، في رواية أخرى مسلم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به أو فهو له. فقانون السبق ما أشبه بحث آخر يجي خلاف هذا المتعارف عند هؤلاء الناس، وللبحث صلة في تشخيص مصداق العادل في الثروات الطبيعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.